ما قيل مشجع وما قيل بيقول ان لا عندنا بارقه امل، لكن يبقى ان احنا نبدا ونتحرك وننطلق ولا نتوقف عند حدود المناقشه والمخرجات الجميله دي. هل هناك عقبات في تقديرك امام ان احنا ننطلق؟ هل هناك محاذير في تقديرك من خلال ارقام وحاجات ربما تكون بين السطور؟ هو هنا انا عايز اقول برضو انه في اطار الحلم اللي حضراتكم بتتكلموا فيه اللي كلنا بنتكلم فيه كلنا طبعا بنتكلم فيه حوالين تشجيع البحث العلمي في مجال زراعه او انبات الاعضاء، عندنا في القانون في ماده بتنص على انشاء صندوق. هذا الصندوق من الممكن ان يوجه ويفعل في اطار الدفع في اتجاه تنشيط البحث العلمي في هذا السياق. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان احنا لازم نشجع ثقافه التبرع. لازم في اطار تشجيع ثقافه التبرع لازم برضو نقضي على الجيوب التي تؤدي الى نتائج غير مرغوبه. احنا بنتكلم هنا على مستوى النخبه، الكلام منطقي، ولكن لما ننزل للواقع، يعني اذا اتكلمنا عن راي الدين زي ما الدكتور عبد الغني اتكلم وسرد اراء الكبار العلماء في هذا السياق، ولكن حضرتك لابد ان تدرب رجال الدين الصغار المنطلقين في كل مكان في مصر داخل اطار معين. ما هو الجزء اللي قاله الدكتور عبد الغني في هذا السياق وزعوا الناس جدا جدا، هنعمل كده. ما بس في هذه الجزئيه هيفضلوا يسمعوا للفتوى الشهيره بتاعه الشيخ الشعراوي الله يرحمه. في جزئيه اخرى برضو اعتقد تخطينا. لا لا خلاص، كل عصر ليه. انا ده تعليقي الجاي. وبعدين ده يمكن عشان الشيخ الشعراوي نفسه حصل عنده تعالج نقل او زراعه تقريبا او حاجه قرنيه قيل قرنيه. الجزئيه الاخرى هي فكره تحديد مفهوم الموت الحقيقي في اللائحه. اللائحه التنفيذيه بتتكلم عن الموت الحقيقي، احنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين ايه المفهوم ده. هل الموت الاكلينيكي؟ هل لازم يتحدد؟ اتحدد خلاص، اتحدد تماما يعني لسه محققه بالقانون من 2011 وهي ما زال هذا الجدل مثير. جزء المخ لا موت جزء المخ ما فيهوش. هو يمكن الدكتور محمود بيقصد الجدل اللي هو مازال في لدى البعض يعني في العمل مش كده حوالين مفهوم الموت الحقيقي. دي برضو من الجزئيات الهامه جدا، فكره ان تتكاتف مؤسسات الدوله في الاتجاه او الدفع ناحيه تكوين ثقافه عامه حوالين هذه المساله. ثقافه التبرع ده برضو من الادوار اللي احنا لابد ان نشجعها في هذا.